آخر النهار عائلة بيكري فرحة تحصل ابنتها على ثاني أعلى معدل بشهادة البكالوريا في ولاية البيض، لتكون الفرحة فرحتان، فرحة التفوق وكذلك تتويج المنتخب الوطني. نوردين بالبشير. فرحة ثانية على عمت، حنا رانا كنا مأخرينها في الحق، حتى الفريق الوطني من حقق هذه النتيجة الرائعة وهو التتويج بالكأس الإفريقية، ياك قلنا اليوم نفرحوا هذا وين تكمل لنا الفرحة تاعنا. نهنئ الشعب الجزائري والمنتخب الوطني الجزائري على التتويج بكأس إفريقيا، أشكر كلا عائلتي بيكري وكذلك عائلة الضيف والأجدر بالذكر هو جدي الذي رافقني طيلة مسيرتي الدراسية بالدعم المادي والمعنوي، الله يجعل جميع الجزائريين وكل ولاد الجزائريين إن شاء الله ينجحوا. وثاني زادت الفرحة كملت من المنتخب الوطني دالا كوب دافريك.